احنا جينا هنايا نوقفوا احتجاج باش نطالبوا بالاستقرار ومساواة الوضعية. راه عندنا هنايا مشاكل، راه عندنا طالبات وراهم دايرين لنا مشاكل كبيرة في هذه في 3 mois، والبارح هي اللي اكثر حرموا طالبات من تسجيل سنة اولى. انا كطالبة راني نشوف في لي بروبليم تاع الطالبات اللي راهم صاري، سيغتو اللي راهم الطالبات اللي راهم يجوا وراهم يتلقاو بزاف بروميير اني، راهم يتلقاو بزاف صعوبات في التسجيل تاعهم باسكو راها كاينه قوه خارجيه خارجه للاداره تتحكم.